كابتن عبد العاطي سيد تمام، المدرب العام لفريق النصر. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وتحياتي وتحيات كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش. طبعا تحياتي لكابتن ماهر وكابتن محمد حشيش، طبعا تحيات كبيره ليهم. كابتن ماهر من قمه الكوره لينا، وكابتن حشيش طبعا. اهلا بيك عبد العاطي. اهلا بيك كابتن عبد العاطي. اخر استعداداتكم لقاء النادي الاهلي، ماتش اكيد هيبقى صعب على فريق نادي النصر، ولكن النصر اعتقد ما فيش حاجه يخسرها خلاص، ده يعني على المتزايل الجدول، واكيد هيحاول يظهر بمظهر جيد امام الاهلي. طبعا هي مباراه صعبه، وبعدين المباراه صعبه الجميع، يعني مش على نادي النصر. النادي الاهلي فريق كبير ومتصدر الدوري والاول، وعامل اداء كويس الفتره الاخرانيه، بيحقق فوز ونتائج عالية، فهو الماتش صعب على الجميع يعني. وطبعا ماتش صعب خصوصا لينا احنا، طبعا يعني فريق لسه يعني أول سنة لينا لعيبة تلعب في الدوري الممتاز. يمكن الفترة اللي فاتت دي مرينا بظروف صعبة شوية، غيابات كتيرة حصلت لنا نتيجة إصابات ونتيجة إيقافات، أداء غير ونتائج غير مرضية الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله الأداء ابتدى يتحسن من اخر مباراه لينا من بروجيت، واحنا نتمنى ان احنا نعمل اداء كويس ضد النادي الاهلي. النتيجه طبعا نتمناها، بس هي يعني بتبقى صعبه، الامور صعبه في حاله النشوه اللي النادي الاهلي فيها دلوقتي، فنتمنى التوفيق ان شاء الله. طيب كابتن عواطي، انت كان في حاله طرد لفرانك الفيس، مين اللي هيعوض مكانه خاصه في قلب الدفاع؟ لا والله، في كالوشه وفي صبيحه، احنا في طبعا محضرين البديل يعني، فان شاء الله يكونوا عند حسن الظن ويقدروا يؤدوا ده كويس، يسد النقص بتاع الف. طب هل هتلعبوا بكره على الفوز ولا هتبقوا تلعبوا بتحفظ دفاعي؟ والله هو احنا هنحاول في المجمل هو اداء كويس، لكن طبعا انت بتلعب النادي الاهلي برضه في فريق كبير عنده ادوات كتيره بيقدر يستخدمها. الفترة الأخرانية في نشوة للنادي الأهلي، انتصارات وفوز وده كويس، فاحنا يعني أكيد في تحفظ دفاعي فاهم، وبنلعب نبتدي نلعب على هجمات مرتدة منظمة مثلا، قدرنا نوفق فيها نحرز أهداف، نتمنى إن ده يحصل، ونتمنى نطلع بنتيجة إيجابية، وده بقى ظروف الماتش هي اللي هتاخد الماتش لاتجاه معين، نتمنى يكون في صالحنا يعني إن شاء الله. طب كابتن عبد العاطي، يعني نتكلم على اسلام عيش، هل اسلام عيسى اثر في نتيجه يعني طريقه اداء نادي النصر؟ ما فيش حد بيعوض يعني وجوده. اكيد اسلام عيسى اثر، اكيد اسلام عيسى اثر، لعيب كان الفرقه في حاله كويسه وهو كان بيأدي ده كويس، لعيب مجتهد، بس احنا برضو من سياسه نادي النصر ان احنا الاستثمار في اللعيبه. اسلام طبعا لسه اول سنه ليه، وقدرنا احنا نبيعه برقم زي كده، طبعا النادي بيستفيد منه استفاده كبيره، الفلوس اللي دخلت يعني دخلت النادي، قدر النادي يستخدمها في نحجز ارض لعمل فرع تاني، اتصرف برضه على المنشات في النادي، فطبعا احنا ده من سياسه الشغل اللي شغالينه احنا والاداره، ان انت بتحاول تنافس وده حصل، وان احنا باقل الامكانيات صعدنا. في فرق كتيره اكبر مننا اسما واكبر مننا امكانيات في الدرجه الاولى، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نصعد، وقدرنا نصعد خلال فتره زمنيه قصيره مرتين، يعني خلال 3 سنوات قدرنا نصعد مرتين، ده في حد ذاته انجاز لينا بالامكانيات الضئيله اللي احنا شغالين بيها. طب كابتن عبد العاطي، غياب عبد الله السعيد عن قائمه النادي الاهلي هل ياثر معاكم؟ كابتن، انا النادي الاهلي كيان، مش النادي الاهلي مش لعيب، النادي الاهلي كان كبير، فانا بقول ان مفيش لعيب ياثر في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مجموعه لعيبه كتيره، عنده لعيبه على نفس المستوى، فكل اللعيبه لعيبه كبار يعني، والنادي الاهلي باي حد، النادي الاهلي كيان كبير، اسم نادي كبير، فاي حد بيلعب في النادي الاهلي فهو بيمثل النادي الاهلي، فطبعا مع احترامي الكابتن عبد الله لعيب كبير وفي حاله كويسه الفتره اللي فاتت، لكن انا بقول ان النادي الاهلي ما يتاثرش بلاعب او اثنين، لان النادي الاهلي فريق كبير يعني، فانا مش هيتهيألي ان ياثر في اداء النادي الاهلي. عبد الله،
طيب كان في حاله تغيير في حراسه المرمى من محمد مصطفى لمصطفى حطيبه، هل في اي اتجاه للابقاء على مصطفى في حراسه المرمى ولا محمد ممكن يعود مره ثانيه؟ والله لسه كابتن هاشم النهارده هيقعد مع كابتن سعيد ولسه ما خدوش قرار في المركز حراسه المرمى يعني دي لسه ما فيش قرار، يعني ممكن يبقى في تغييرات مره ثانيه. ممكن يبقى في تغيير، ولسه كابتن هاشم هيطلع يقعد مع كابتن سعيد في محاضره كمان شويه، هيطلع كابتن بعدها كابتن سعيد قبلها كابتن سعيد يقعد مع كابتن هاشم وهيتفقوا يعني هل في دخول محمد مصطفى او البقاء على مصطفى حبيبه، لسه ما اتحسمش. طيب هل هيبقى في بديل لمحمد حجاج في وسط الملعب، يعني قائد وكابتن الفرقه وواحد من اللعيبه يعني اللي بيعتمد عليها كابتن سيد عيد، مين اللي هيبقى البديل ليه في هذا اللقاء؟ هو بالفعل حجاج بره من الماتش اللي فات، نعم، ودخل مكانه الفيز، وما كانش الفيز ما استعدش ماتش الاسيوطي بعد الاصابه، حجاج خرج بره، وان شاء الله هتلاقي في كالوشة وفي صبيحه هيخش مكانهم، يعني واحد من الاثنين هيخش، فان شاء الله في بديل ان شاء الله ويؤدي بشكل كويس ان شاء الله. كابتن عبد العاطي المدرب العام لفريق النصر بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حشيش واضح من